بلغنا منذ قليل خبر مؤسف للغاية وحزين في العراق. الأعظمية تفقد زينة شبابها السباح الدولي محمود العبيدي. محمود العبيدي توفي إثر حادث غرق في شاطئ الأعظمية، وهناك أنباء تقول احتمالية وجود قتل متعمد إثر وجود كدمات على منطقة الرقبة، وجاري فتح التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الحادث. هل هذا الحادث كان قضاء وقدرا أم متعمد بفعل فاعل؟ يجب معرفة الحقيقة. الكثيرون في حالة حزن، منذ قليل كانت جنازة هذا الشاب الذي حزن عليه الكثيرون في العراق وفي الوطن العربي. خالص تعازينا القلبية لوفاة السباح الدولي محمود العبيدي. الله يصبر والديه ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. نطلب من حضراتكم الدعوات له بالرحمة والمغفرة. الله يرحمه ويسكنه في فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.